طب كابتن ندى، ايه رايك نستعرض مع الساده المشاهدين مثلا الاجهزه الفنيه، نبتدي بالاجهزه الفنيه ونبتدي بالجهاز الفني لطائره سيدات الاهلي؟ اتفضلي يا كابتن ندى. احنا طبعا عندنا المدير الفني كابتن حمدي الصافي، عندنا كابتن ياسر صلاح المدرب العام، كابتن ايمن فؤاد مدرب، كابتن ايهاب حسن مدير اداري، كابتن اشرف عباس اداري، الدكتوره هدير وحيد طبيبه الفريق، عندنا منى طلع عادل اخصائي العلاج الطبيعي، كابتن رانيا عبد العزيز مخطط احمال، مية محمود حسني محلل تقني، وكابتن منى مراد مدلك الفريق. طب وليه يا كابتن ندى الجهاز بتهيألي بتشكيله ده من فتره يعني ما حصلش تغيير؟ يعني اربع خمس سنين ده بقالهم يعني فتره ساعة ما كابتن حمدي تقريبا جه ما حصلش تغيير، نفس الجهاز بنفس هو الأشخاص. تقريبا التغيير الوحيد كان الدكتوره طبعا بعد دكتور عفيف رحمه الله عليها، يعني مسكت مكانها دكتور هدير، لكن بقيه الجهاز كابتن رانيا معانا من ايام ما كنت بلعب، كابتن منى مراد نفس الكلام، الجهاز هو هو، المدربين من ساعه ما كابتن حمدي مسك هم نفس المساعدين. هي مي برضو مي محلل تقني، مي محلل تقني دي بقى اصلا خاصيه جديده دخلت النادي الاهلي، النادي الاهلي دخلها المجال الرياضي محلل تقني، هو اللي دخلها المجال الرياضي كله. حقيقي اول ما نطبق الفكره ديت يعني في السيدات طبعا مش في خلي الرجال. بالك في النادي الاهلي في كره الطائره سباق بشكل يعني يعني بشكل مرعب، لان احنا يعني نعتبر محتكرين المجال. صح. يعني احنا بنتكلم مش عشان ما فيش منافسه، خلي بالك، لا عشان احنا في حته ثانيه فعلا. لا فعلا احنا كنا النادي الوحيد اللي بيشارك، النادي الوحيد المصري اللي بيشارك في بطوله افريقيه او عربيه، ما كانش في اي نادي ثاني بيشارك. والتحاليل دي احنا كنا كان كابتن رؤوف وكان مين المدير الفني معانا بعد كابتن كان معانا كابتن جمعه وكابتن كده اسماعيل وكابتن ممدوح، الناس دي كلها كانت بتعمل التحاليل دي كلها قبل ما نبقى ماتش، قبل الماتشات كلها لازم نقعد. لا ما كانش في حاجه اسمها كده، لا ما كانش في حاجه اسمها كده، ولا كان في حد يعني بيشارك في بطوله افريقيا، هو احنا فقط. صحيح. ويعني ده بعد فتره طويله كان بدا نادي الشمس يدخل معانا يشارك في بطوله افريقيا، سبورتنج ده مؤخرا بقى، سبورتنج بقى والسيد اهو بيفكروا اكيد، وسموحه يعني متهيألي في الولاد تقريبا بعيد شويه، في الرجال طبعا اقوى. طيب خلينا يا كابتن انجي نستعرض الجهاز الفني لنادي الصيد عشان برضو الساده المشاهدين يعني يبقوا عارفين معانا طبعا اصحاب الطرف الثاني في الفاينل، وطبعا اديهم حقهم ان هم وصلوا اكيد فاينل، دي حاجه جميله ليهم. اتفضل يا كابتن احمد فتحي مدير فني. طبعا بس انا عايزه يعني اوجه طبعا كابتن احمد ما شاء الله، يعني هو عامل فرقه كويسه جدا، وهو هيعمل يعني هو مطلع جيل كويس قوي زي ما طلع اجيال قبل كده. طبعا محمد عبد الرحمن مدير العام، سيد طه مدير عام مدرب عام، مصطفى رمضان مدرب، احمد عبد الله مساعد مدرب، امام شنن اداري الفريق، منى طلع حسني محلل تقني، دكتوره منى شرقاوي اخصائيه علاج طبيعي، دكتور بلال مخطط احمال. خليني اقول لك برضو يعني وجود الدكتور اشرف الفار او كابتن اشرف الفار على راس منظومه النشاط الرياضي، هتحس ان حتى تشكيل الجهاز الفني مقارب جدا لتشكيل الجهاز الفني بالنادي الاهلي. دي حقيقه. فعلا في روح الاهلي. روح الاهلي. لا بس الطائره هتلاقيها اينما وجدت هتلاقي روح النادي الاهلي.